مستمع يقول محمد صالح جاب الله يسأل ويقول كنت على خلاف مع الوالدة في بعض الأمور وسافرت إلى السعودية وقبل أن يسافر ذهبت إلى المنزل لكي يسلم على والدتي واستسمحها ولكني لم أجدها نهائيا وسافرت إلى المملكة وبعد سفري أرسلت لها مصاريفها مرة ومرتين وثلاث وسجلت لي شريط مسجل وقالت إني راضية عليك وبعد ذلك توفيت إلى رحمة الله فهل علي إثم في ذلك من غضب الوالدين أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا الحمد لله ما دام أنك حاولت إرضاءها واعترفت بخطئك والتمست رضاها ولكنك لم تجدها وقت السفر ثم إنك أحسنت إليها وأرسلت إليها بالمصاريف والصلة وجاءك منها شريط تحيل فيه أنها راضية عنك الحمد لله وقد أديت ما عليك ونسأل الله أن يتقبل منك.